يقول: ما حكم الوصية إذا كانت هذه الوصية لمن كان يستخدم هذا المال الموصى له في المعاصي؟ لا يجوز أنه يوصي لإنسان يعلم أنه يستخدمه في المعصية، هذا حرام، لأن هذا إعانة على المعصية. الله جل وعلا يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا علم أنها أو غلب على ظنه أن الموصى له يستعمله في الحرام فلا يجوز له هذا، وليس له أجر بل عليه إثم. نعم.